السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام يونس جبنا وصفه بارده لسهره ايامات شهر رمضان ان شاء الله. هنايا عندي البنان. الوصفه تاع اليوم اسمها الايس كريم تاع البنان، طبيعي 100% بلا ما نزيد له حتى حاجه، لا ماء لا حليب لا كريم شانتيي لا حتى حاجه. تابعوا معايا للاخر. الخطوه الاولى اللي نديروها وشنو هي؟ عندنا البنان تاعنا عادي هكذا، زوج حبات ولا اكثر. انا راح ندير لكم ميزان تاع زوج حبات وانتم تقدروا تضعفوا المقادير. عندي زوج حبات تاع بنان درتهم في المجمد حتى يجمدوا لي، انا درتهم ليله كامله حتى يجمدوا لي كما راكم تشوفوا. ما تخافوش منهم كي تبدل اللون تاعهم على خاطر كانوا في المجمد على هذيك ولا هكذا. وهذا هو البيت تاعنا باش الايس كريم تاعنا يجي جامد. تابعوا معايا الوصفه. اذا هذه هذا البنان تاعي نخرجه من الثلاجه، نخليه شويه برا ومن بعد نجي سي كيفاش نحي له القشره. مازال اذا نخليه شويه يزيد تنحى له هذيك جا هذاك الثلج يعني البروده هذيك، ومن بعد نرجع. اذا نوطر لي شويه، هاوليك شويه فقط لانه حنا الهدف تاعنا يكون مجمد. غير هكذا شويه من نحيوه هكا اذا هنايا قطعته هو هكا جامد كيما كنتو تشوفوا. نقطع فيه بالسيف قبل ما يجمد، نغصبو شويه فيه هكا ونديرو في الخلاط كهربائي اي خلاط عندك. نرحيه ونرجع لكم. اذا هذه هي النتيجه تاعو كيفاش يخرج، كيفاش كي نرحي كيفاش يولي. هنايا ما نزيدو له والو. هنايا اذا حبيتي زيدي له مثلا شوكولا مبشوره كيما راكم تشوفوا. شوفوا القوام تاعو كيفاش راهو ايس كريم. دوك نشوفوا كيفاش يكون واجد في الاخر. نزيد لكم حاجه تقدروا تستعملوه هكذا في هذه المرحله، تقدروا تستعملوه تاكلوه هكذا يكون بارد شويه ماهوش مجمد. تقدروا تزيدوا تحطوه في المجمد، تزيد يجمد لكم مليح وتاكلوه بارد. اذا هاوليك الايس كريم تاعنا بعد ما نحيته من الخلاط حطيته في بول هكذا. هذا لو بول نزيد نغطيه بابي شفاف، ورق شفاف هكذا نخليه هكذا باش ما يكحليش هذاك البنان تاعي. ونخليه قسم يجمد فقط، ما نخلوش كتر ونستهلكوه مباشره. دوك نشوفوه في التقديم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها. وهذا هو الايس كريم تاعنا، حاجه جديده وناتشورال 100%. ان شاء الله تعجبكم الوصفه وبقاو معايا للاخر. هاوليك الايس كريم تاعنا كيف جا هايل.
أتمنى تجربوه، تعجبكم الوصفة، بيجي بزاف بنين وطبيعي 100% بلا إضافات. أتمنى تعجبكم الوصفة وبالصحة والهنا في وصفات قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء.